اليوم رجعنا نزلنا على الشارع لنسأل العالم شو قولك؟ سلسلة الرتب والرواتب رح تنقذ الوظيفة العامة؟ لا، لأنه القطاع العام أصلاً هو مهتري. بحس هي واحدة من الشغلات اللي ممكن ترجع سائل القطاع العام، بس لازم تكون ضمن برنامج إصلاحات أوسع بكتير من أنه مجرد عم تصلح رتب، وبدي يكون جزء من خطة حكومية متكاملة. Yeah, it's definitely needed, especially since كنا عم نشوف كتير مظاهرات من السنة الماضية من القطاع العام، منهم الأساتذة، public school teachers، الجيش المتقاعد. بحس إنه إذا عن جد أقروها حيصير في إقبال مرة تانية على الوظائف الرسمية، يعني الناس حترجع على شغلها، بس إذا الدولة ما طبقت هذا الشيء يمكن يزيد من عدم ثقة الشعب بالدولة. المشكل بشكل أساسي هو إنه مفهوم الموظف ومفهوم أساسات الدولة نتيجة الخيارات اللي اتخذت بعد الأزمة تدمر. الثقة ترجع بالقطاع العام بدها كتير شغل أكثر من إنه سلسلة رتب ورواتب. لا، لأنه بمعتقدي إنه العالم معودة إنه ما تشتغل وتقبض وتقعد بالبيت، سو كتير صعب لترجع تحطي هيدي الفكرة، الشغل والدوام والروحة على الدوام، ولما حدا معود ما عم يشتغل لو شو ما تعملي له ما حيشتغل.